تعتبر التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تم تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها الدستور الفاتح من نوفمبر 2020، وتم تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية والتنظيمية الجديدة التي تم وضعها، والتي عززت من مطابقة منظومتنا الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي كانت بلادنا من البلدان السباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال. وقد أعطى التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 دفعاً جديداً وقوياً لموجودات بلادنا في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات، ودعم السلطات الرقابية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتجمع والتظاهر السلميين وتكوين الجمعيات، كما عزز المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وشدد على حقوق الطفل والحق في التعليم وضمان مجانيته.